لأن حين نرى أن بركة الله لا تحوم حول كثير من البيوت. السلام عليكم ورحمة الله. سر عدم وجود البركة في البيوت. يقول الشيخ الشعراوي رحمه الله: إننا حين نرى أن بركة الله لا تحوم حول كثير من البيوت لا بد أن تدرك لها أسبابا. أسباب البعد عن استقبال البركة من الله. لأن حين نرى أن بركة الله لا تحوم حول كثير من البيوت لا بد أن ندرك لها أسبابا. البعد عن استقبال البركة من الله لأن الإنسان يكون بعيدا عن منهج الله والإرسال الإلهي مستمر، إنما نحتاج إلى أجهزة استقبال تستقبل البركة من الله. فإذا كانت أجهزة الاستقبال خاربة فالإرسال مستمر ولكن ليس لديك استقبال. البعد عن استقبال البركة من الله إن الإنسان يكون بعيد عن منهج الله. فمدد الله وبركاته المتنزلة موجودة دائما، فلا تأتي لبعض الناس لأن أجهزة استقبالها غير سليمة. إذن فمدد الله وبركات الله المتنزلة موجودة دائما. طب امال فيه ناس ليه ما تدهاش؟ لأن أجهزة استقبالها للبركة مش سليمة. وأول جهاز استقبال للبركة أن البيت يبنى على حل في كل شيء، على حلال. كذلك لقاء الزوج والزوجة يكون على حل أيضا. أول جهاز استقبال للبركة إن البيت يبنى على حل في كل شيء. هذا والله تعالى أعلى وأعلم. دمتم في أمان الله. فضلا منكم الاشتراك في القناة ولايك للفيديو، وأكون شاكر جدا جدا لحضراتكم وجزاكم الله خير.